طب ده بالنسبه للقاء بشكل عام، بالنسبه بقى للنادي الاهلي بصفه خاصه، وحضرتك بتتابع احداث وفعاليات هذا اللقاء، كنت مبسوط من ايه؟ اكتر حاجات اسعدتك فعلا وانت بتتابع النادي الاهلي تحديدا؟ انا كنت سعيد جدا من الاهلي في الفتره اللي فاتت، مش من مباراه الزمالك لا، بدايه من الاتحاد المنستيري، المباراتين اللي اتلعبوا، مرورا بمباراه الاسماعيلي، مرورا بمباراه اسوان. يمكن اكتر مباراه ساعدتني جدا 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 وقلت ان شكل الاهلي هيتغير على يعني بدايه الموسم، مباراه الاسماعيلي الطايم الاولاني. انا شفت كره سريعه، شفت خطوط متقاربه جدا جدا جدا، شفت المساحات والمسافات بين اللعيبه مش واسعه، شفت تغطيه عكسيه كويسه جدا، شفت اداء وروح. بدات اشم رائحه ال 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 النادي الاهلي بتاع 15 سنه و10 سنين ورا. حته الانفعال اللي موجوده، الوتيره دي قلت شويه، في انسجام. والدليل على كده ثبات التشكيل. انت لما تبص تشكيل الاهلي من بدايه من ماتش الاتحاد المنستيري لغايه ماتش الزمالك، تقريبا اللي بتغير واحد او اثنين، ولظروف اصابه او ظروف ملعب. شادي مع شريف، واذا كان ديانج اتغير ولعب السوليه، نفس التشكيل هو هو، مفيش تغيير تماما الا في ماتش اسوان. اكاد اكون يعني مستر كولر قال عايز ادخل اثنين ثلاثه بالاضافه للمجموعه اللي هو مركز عليها، وده يعني فكر لحد عايز يثبت التشكيل. والدليل الشكل والاداء لنادي الاهلي مختلف تماما عما سبق. في انسجام، في روح، في تاكتكس بيحصل، في واجبات انا كمدير فني بحس انها موجوده، والولاد يعني اللعيبه بتطبقها صح. كل واحد بيلعب على قده وفي حتته وفي مكانه. الدليل على الكلام دوت زي ما بقول لك، الخطوط متقاربه جدا، مفيش يعني مش عايز اقول عشوائيه في في لا، وبيلاقوا بعض بسهوله. في حته كويسه قوي كريم، مش عارف الناس واخده بالها منها ولا لا، عندك عبد القادر، وعندك سافيو، وعندك مين الثالث، شريف او شادي بالاضافه لطاهر. بتكلم على ما تعرفيش الهجوم يعني. ما تعرفيش يا نواند مين بيلعب وينج رايت، مين بيلعب وينج ليفت، مين بيلعب مركز 10. دي كويسه جدا يعني. سافيو في ماتش الاسماعيلي انا شايفه ناحيه الرايت، ما كملش دقيقه ونص لقيته ناحيه الليفت، لقيت طاهر هو اللي بيلعب مركز 10، ولقيت عبد القادر في ناحيه اليمين. هو مين بيلعب فين مع ايه؟ الحته دي انا متاكد ان هم اشتغلوا عليها كويس جدا، لان دي بتعمل ربكه غير عاديه، وانا كنت بلعب راجل ليبرو وعارف دي كويسه جدا. دي بتربكنا احنا كمتابعين. كمتابعين ما بالك الفريق، لكن كمدافع انت مش عارف مين. صحيح فيه. دي خصوصا ان الزمالك بدا اصلا دي أنا وانت لا دي صح، بس هو زي ما تقال كده كولر ليه خطته. يعني الزمالك شفناه من البدايه لعب بطريقه دفاعيه جدا، او خطه كانت دفاعيه. كولر قدر باللي حضرتك بتقوله ده ان هو يخترق الخطه الدفاعيه وبسهوله، يعني حتى احنا ما تعبناش، ما اتحرقش دمنا، ما قلناش هو ايه لا خالص. فده ذكاء او دي بوادر كويسه قوي بصراحه لمارسيل كولر. هي حته مش متعود عليها فيريرا يمكن، او الجمهور ان مين بيلعب فين. انا بلعب مثلا، انا بلعب بشمالي، بلعب الطبيعي دلوقتي بتلعب في حته الرايت عشان لما اقرا يعني برقص او بدخل بشمال عندي عندي صلاحيه اكتر للتسديد على المرمى. هو انا متاكد ان هو عمل البالانس دوت، مين قريب من الكوره والناحيه الثانيه يبقى موجود مين. حتى لو حد حتى لو سافيو دخل لجوه دايركت على طول، ممكن تلاقي عبد القادر اللي بقى ناحيه الشمال او اليمين، والعكس صحيح. ده معناه ان كولر عارف تماما امكانيات كل لاعب، عارف مركزه وعارف بيعمل ايه وعارف ده التوظيف الصح يا كريم. على فكره انا يعني ضد ان اللي يقول مستر كولر جه في فتره مش مناسبه، لا انا بعتبرها مناسبه فنيا. بمعنى اختار لعيبته، كان ممكن يدعم بشكل كبير ويقول لا انا محتاج، ويصر ان انا محتاج اتنين مركز اتنين تلاته. لا هو شاف اللعيبه، متاكد ان هو شاف فيديوهات كتير جدا، وكان العرض من سامي يعني انا متاكد ان هو حاجه محترمه جدا، لانه اداله داتا كويسه جدا بالنسبه لكل الفرقه. انت ايه اللي دخل على النادي الاهلي جديد في التشكيل؟ هو واحد بس بالاضافه للاثنين اللي بنتكلم عليهم، اكرم ومتولي. هو سافيو بس اللي يعتبر جديد على الفرقه. ايوه اكرم اصابه، متولي طبعا. هنقول فنيا كان فاقد الثقه، خد ربنا كرمه ركب بقى يعني وتد
للمكان ده اللي انا كنت بطالب فيه، وكنت اتمنى ان مركز الليبرو او السردباك يبقى فيه اتنين تقال جدا جدا جدا، متولي دلوقتي حاطط رجل على رجل ويقول انا موجود ومش هنزل منه تاني.